اعلان امريكي وازاي بيغيب راي الشارع الامريكي او بيحطهم في غيبوبه يعني مؤقته، ولكن احنا بنتكلم النهارده على احنا دورنا ايه كعرب امريكا في الموضوع اللي بيحصل ده، ازاي نوصل صوتنا للاعلام الامريكي. مثال بسيط جدا حتى اقول للساده المشاهدين، منذ ايام مرت ذكرى الهولوكوست، ماساه اليهود مع الالمان واللي اتقتل بسببها 6 مليون يهودي. كل المحطات التلفزيون الامريكي بلا استثناء عملت زي ما تقول ذكرى رحيل 6 مليون يهودي في المجزره دي، وفي نفس اليوم يصادف انه في نفس اليوم تقريبا ذكرى مذبحه قانا ودير ياسين اللي ضاع فيها مئات الملايين من الشعب الفلسطيني. هل حد عمل حاجه؟ مفيش اي حد عمل اي حاجه، رغم انه طلع شاب عربي في السي ان ان، كان في مناظره في برنامج جميل جدا بيجي على السي ان ان بيدي فرصه للشباب العربي ان هو يتكلم. انا هاخد راي حضرتك استاذ تحديد في النقطه، لما بداوا يتكلموا على ذكرى الهولوكوست طلع الشاب العربي وقال طب انتوا ليه بتتكلموا بس على ذكرى موت الالمان اللي موتوهم؟ بعدين في نفس اليوم بالظبط في ذكرى تانية، ذكرى مذابح قانا ودير ياسين، وبدا ايه المذيعه وقفته، البنت الثانيه اللي كانت على الطرف الثاني يهوديه وقفته. التفسير واضح جدا، الاعلام في امريكا هو مسيطر عليه اللوبي الصهيوني، ومعظم المحطات هي محطات لشركات يهوديه في الاصل. نجاح تصوير الموضوع لصالح اسرائيل واضح جدا من فتره طويله جدا، يكون هناك باللغه الانجليزيه موجه الى الحقيقه، وهذا ياتي من العرب والمسلمين الموجودين في امريكا، وايضا من شركات ليس من دول عربيه بشكل اشكال. انا بذكر في الدول العربيه لازم تتدخل في انشاء محطه مثلا يكون لها الشرعيه، ولا يكون ان تكون في على سبيل المثال كان في هناك كثيرة وعمل لشراء عقارات كثيرة في أمريكا في الفترة 20 أو 25 سنة من شركات عربية بالأموال العربية، وشراء شركات وشراء بيوت وعمارات وكذا، حاول لشراء محطة تلفزيون واحدة أو لشراء جريدة باللغة الإنجليزية واحدة. هذه الواقع اللي احنا بنتكلم عليه، ان التركيز على ايضا الاعلام بشراء محطات او القضيه، اي قضيه عادله سواء فلسطينيه او عربيه او حتى عالميه، ان تكون هذه القضايا عادله لكن بالصوت الحقيقي وليس من جانب من وجهه نظر واحده، لا تكون من وجهه النظرين تماما، يعني. وهذه اهميه ان تكون مستقله عربيه او غيرها في قضيه اساسيه. القضية الأساسية؟ نحن عرب أمريكا جئنا من الدول العربية، من الضروري جدا نرتبط بعواطف كبيرة جدا مع العالم العربي. حال التنسيق مع الدول العربية كاملة وأن الدول العربية بشكل أخلاقي عندما تأتي قياداتها إلى الولايات المتحدة أن تنص المؤسسات العربية الأمريكية حتى تعطيها طابع شرعيه، بحيث انه المؤسسات الامريكيه والحكومه الامريكيه عندما ترى ان الزعماء العرب عندما ياتوا يتعاملوا مع هذه المؤسسات تفتح الابواب امام هذه المؤسسات في المجال الأمريكي. هذا ما تفعل بشكل بحر جدا وبارع جدا اسرائيل والمؤسسات اليهوديه. المؤسسات اليهوديه تخلق حاله بشكل جداً. عايز اقول لك على حاجه، نعم. اسرائيل دوله واحده، احنا 26 دوله، هاي مش القضيه يعني إسرائيل. مين هينسق مع مين؟ مش اي
صحيح، بس هنا تأتي وهي تأتي قضية العدالة في أي طرح يكون موجود، كان سواء القضية الفلسطينية وهي الآن هي القضية الأساسية، والدعم العربي والغير العربي، وكان أصبحت أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم الآن نتنياهو يتكلم عن موضوع أن أوروبا تقف ضد إسرائيل ويقول أن أمريكا هي البلد الوحيد، وهذا أصبح صحيح أن البلد الوحيد في العالم التي تدعم التدخل الإسرائيلي والمذابح التي تقوم بها إسرائيل وهذا العمل أمريكا لوحدها. فهناك نوع من التحرك العالمي، ولكن الإعلام في أمريكا يعيد نفس الحديث أن هناك إسرائيل ومصالح إسرائيل وما يتعلق بإسرائيل، ولا يعطي أي انتباه للقضية الفلسطينية إلا بشكل بسيط جدا. لكن في كله بيركع ويصب عزيزي نفس الموضوع، فالسيطرة على الإعلام، السيطرة على الإعلام من الشركات اليهودية سيطرة كاملة، هذه معضلة ضخمة جدا، يجب أن يكون هناك حل لها بشكل أو بآخر. ولكن أيضا القضايا العادلة لها في سنة ولا سنتين ولا بكلام في برنامج، وبعد ما نخرج من البرنامج الكلام هيتنسي. صحيح، لكن حلها لما بيكون في قضية عادلة ويكون هناك من يدافع عن القضية. الفلسطينيين أجبروا الصحافة العالمية بما فيه أيضا الصحافة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في فلسطين، لأن هناك في قضية عادلة. أي قضية عادلة في أي مكان من الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية أو الإسلامية سيكون لها الظهور في الصحافة العالمية إذا كان في هناك وقوف مع العدالة بشكل واضح. لكن الإعلام باللغة الإنجليزية إذا كان موجود فضائيات أو جرائد إلها أيضا دور كبير جدا، ونأمل أن يتقدم هذا الدور كما تكلمنا عن موضوع نرجع الفضائيات باللغة نرجع العربية. نفسنا نفس الموضوع بتاعنا تاني، إن احنا بنتكلم النهاردة عن عرب أمريكا والتأثير اللي بيعود عليهم، سواء تأثير نفسي، يعني زي ما سمعنا في بعض المقابلات الخارجية، احنا سمعنا من بنت بتقول التأثير النفسي الوحيد اللي بيقع على عرب أمريكا إن احنا مش قادرين نشتغل، مش قادرين ندرس، القضية الفلسطينية مسيطرة علينا، مش قادرين نعمل حاجة. في حالة أو ظاهرة ظهرت في الجامعات الأمريكية في الثمانينات ومنتصف الثمانينات، وهي عندما جاء الكثير من الطلبة العرب يدرسوا في الولايات المتحدة، أسسوا مؤسسات، نوادي ومنظمات في الجامعات الأمريكية والمعاهد الأمريكية، وبدأوا يتفاعلوا مع الطلبة الأمريكان ويعرضوا عليهم كثير من الأفلام ويلقوا كثيرا من المحاضرات ويستضيفوا كثيرا منها. اعتبرت المؤسسات اليهودية، وأنا قرأت الكثير من التحليلات اليهودية، إنه هذه أغرب وأخطر ظاهرة بتصير في الساحة الأمريكية، لأن هؤلاء الناس أعتبروا سفراء من أجل تعزيز الدور العربي والقضايا العربية وخصوصا قضية فلسطين في الشارع الأمريكي. وده ممكن يضر الجانب الإسرائيلي أو الجانب اليهودي في إيه؟ كثير من الأمور. إحنا لما بنقول عن التنسيق، يهون في موجود في أمريكا أكثر من 8000 مؤسسة يهودية، سواء كانت إعلامية أو ثقافية أو سياسية أو دينية أو خيرية أو إلى آخره، أكثر من 8000. لكن المؤسسات البارزة هي معدودة على الأصابع، وهي تقوم بعدة قضايا اللي هي التنسيق فيما بينها، والآن بترفع شعارات بارزة بسيطة جدا جدا ممكن أن يفهمها ابن الشارع الأمريكي، وممكن أن يكون لها لغز. مثلا انظري إلى هذا الإعلان، هذا الإعلان عن مدينة القدس اللي ظهر في كل المؤسسات. ده مضمون الإعلام بيقول إيه بعد إذنك؟ مضمون الإعلام اللي ظهر في كثير في الجرائد ذات الفعالية في الساحل الأمريكية أن القدس يهودية وليست عربية أو إسلامية. العنوان والسبب بيقول العنوان يعني. العنوان بيقول القدس تعود إلى اليهود، والسبب في ذلك أن كلمة القدس ظهرت في التوراة 657 مرة، وظهرت في الإنجيل 154 مرة، ولم يظهر اسم القدس مرة واحدة في القرآن. فيعني قضية الإنسان الأمريكي لما بقرأها يعني بيحس أنه في نوع من الالتزام الأخلاقي والديني لها، وأنها بتعني شيء وممكن أن تمت إلى الحقيقة. لكن لا، ما بيقولوا أنه مثلا العرب والكنعانيين كانوا موجودين هناك، وأن العبرانيين جاءوا من مثلا من منطقة أخرى، ولما دخلوا هناك قعدوا فترة بسيطة، وأن حضارة العرب يعني جاءت لمئات ولآلاف السنين. هذه الحقائق يطمسوها. فنحن بحاجة إلى مؤسسات تمت بصلة إلى
الشارع الامريكي والعقليه الامريكيه، وممكن تكون بشكل بسيط ومبرمج. احنا موجودين مع بعض بنفكر، بس بنفكر بصوت مسموع شويه علشان جاليتنا العربيه في امريكا تفكر معانا، العرب الموجودين في دولنا العربيه يعرفوا احنا كمان بنفكر ازاي. طب تفتكر حضرتك من وجهه نظرك، احنا النهارده مش بنحل القضيه الفلسطينيه طبعا، ولكن من وجهه نظرك ايه اللي احنا لازم نعمله في الفتره القادمه كعرب امريكا؟ بسيطه جدا جدا. كل انسان عربي موجود على الساحه الامريكيه مطلوب منه، مش مطلوب من غيره، ان يبحث عن مؤسسه عربيه امريكيه موجوده هون وان ينضوي تحتها. رقم واحد. رقم اثنين، ان يذهب الى المسؤولين في دون النظر لمضمون المؤسسه المؤسسه اللي تتوافق معه. في مؤسسات كثيره في كافه المجالات الدينيه إيه انسب المؤسسات اللي الواحد لازم ينضم لها؟ ما في، خليني اول شيء اعدل لك بعدين بحكي لك. وبعدين امتى؟ ما احنا البرنامج بشكل خلاص سريع. بشكل سريع، اولا ان يبحث عن مؤسسه تتوافق معه، يقوم بانخراط عملها ويجبر المسؤولين على ان يكونوا فعالين. رقم ثلاثه، ان يقوم بجمع المال من اجل مساعدتها ماليا، ان يطالب هذه المؤسسه بتفريغ انسان في المجال الاداري وفي المجال الاعلامي وفي مجال الاتصال مع المؤسسات الإعلامية الأمريكية والمؤسسات المسؤولية زي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. أنا مش قادر أفهم قضية إجبار المسؤولين على المؤسساتهم. يعني أنت what did you do for me؟ أنت شو عملت لي كمسؤول موجود في هذه المؤسسة؟ طب افرض أن أنا سألتك وقلت لي ما عملتش حاجة، ما معيش فلوس، بتبحثي عن مؤسسة أخرى وأفضل أتنقل من مؤسسة للثانية؟ في هناك قضية أهم من المؤسسات. قضية أهم من قضية اللجوء إلى المؤسسات وقضية أن نشارك في المؤسسات. الأخت اللي كانت في الحديث مقابلة. أنها تنام وتصحى والقضية الفلسطينية، وهذه تشكر على هذا الشعور. هذا شعور كل عربي ومسلم في مع القضية الفلسطينية. هذا شعور هائل جدا أن هناك في وحدة تفكير. بس ده يكفي أستاذ فرج، يعني ده يكفي كفاية؟ يعني الشغلة بس لو سمحت، القضية هذا عمل هائل جدا. لم يكن هناك قضية تجمع هذا الشعور من كل الجاليات وكل الأقطار العربية والإسلامية في العالم حول قضية واحدة مثل هذه القضية. هذا شعور هائل جدا. يجب على كل طالب وطالبة في الجامعات الأمريكية أن يتوجهوا بالحديث إلى الطلاب الأمريكان وإلى الجامعات، وإلى حتى أن يكون أيضا الشارع الأمريكي، وخصوصا ما حدث في فيتنام، كانت الشوارع الأمريكية مليئة بمن يعملون ضد الحرب في فيتنام، ومن الأمريكان أنفسهم، ليس من فيتناميز. إحنا نرجو أن يكون هذا أيضا يترجم حتى تصبح الجامعات الأمريكية، وهناك كثير من الجامعات الأمريكية زي ما نعرف من الصحافة ومن الحقيقة، العديد من الجامعات الأمريكية الآن تتظاهر مع الشعب الفلسطيني، وأمريكان بشكل لا لهم علاقة حتى بالشرق الأوسط. هذه ظاهرة هائلة جدا، نرجو أن تستمر وأن تتزايد. نرجو من الطلاب والطالبات في الجامعات الأمريكية أن يعملوا على شرح القضية الفلسطينية حتى يكون في علم للطلاب الأمريكان بهذا الوضع، وأي موضوع آخر وأي قضية عادلة أيضا أن نشارك في هذا العمل. ماذا بعد المظاهرات يا جماعة؟ إحنا شعب تعبنا المظاهرات، طلعنا وقلنا مظاهرات، وصلنا رأينا في المظاهرات، هنفضل طول حياتنا نعمل مظاهرات من غير ما حد يستجيب؟ إمتى يستجيب المظاهرات دي؟ في قضية أساسية نحن يعني غير لامسينها، إنه عظمة أمريكا في العالم لأنها معتمدة على بناء المؤسسات. هي نظام مؤسساتي، يعني جاء بوش، راح كلينتون، إلى آخره. المؤسسات الأمريكية موجودة ولها برامجها بشكل واضح والناس القائمين عليها. نحن لما نقول إنه يجب أن ننخرط في مؤسسات، سواء هذه المؤسسات موجودة وإن لم تكن موجودة تتطابق مع برامجنا، نلتف حول مجموعة من الناس وأن نشكل مؤسسة بتحاول أن تنسجم مع طريقة تفكيرنا أو طريقة تعبيرنا. طيب نقول بقى لما ننخرط بالمؤسسات، معلش استاذ ماهر الله يخليك، علشان بس نقدر نوصل للناس طريقه يمشوا فيها بالضبط. يعني الناس عايزه تعرف دلوقتي الكلام بتاعنا كل واحد راح في اتجاه، عايزين نلم الموضوع. انا عايزه اديله بس فرصه يتكلم في الحته دي بالتحديد. ايه طبيعه المؤسسه اللي احنا لازم نلتف حواليها؟ ما احنا حضرتك وصلت لنا لنقطه جميله جدا، عايزين مؤسسه. لو ما لقيناش مؤسسه من الموجودين دول نلتف حواليها، مثلا
في هنا مؤسسة أقل من 30 ثانية لأنه بالضبط. في هنا مؤسسة في هنا مؤسسة في عنا مؤسسة في واشنطن هي المعهد العربي الأمريكي. هذه مؤسسة قائمة فقط على دراسة الناس اللي بيحبوا ينخرطوا بالسياسة الأمريكية والناس اللي بترشحوا إلى الحكومة الأمريكية، أن تعرف الإنسان العربي فيهم، وإذا كانوا بيقفوا بالصف العربي ومناصرين لقضايانا أو غير مناصرين لقضايانا. رقم واحد. رقم اثنين، هذه المؤسسة بتكتب رسائل توضيحية للكونغرس وللبيت الأبيض من أجل أن تعبر عن طموحات الجالية العربية. في مؤسسة أخرى زي الـ ADC اللي هي الجمعية العربية لمكافحة عدم التمييز، إنه هاي مؤسسة بتيجي بتدافع عن الحقوق الإنسان العربي، وفي نفس الوقت بتطالب العرب أن يلتفوا وينتظموا حول برامج محددة هي بتطرحها. أوكي. أستاذ فرج، كما أقل من 30 ثانية بعد إذنك، لأنه إحنا بنخدم البرنامج. نعم نعم، كل العمل التي تكون في المؤسسات عمل هائل جدا، ولكن يجب على كل جاليتنا أن أن تعمل أكثر من ما تقوم به الآن في دعم القضية الفلسطينية. وكما بدأنا في البداية بالتحية إلى نضال الشعب الفلسطيني، أيضا هناك في حديث بسيط وسريع جدا أن عشرات الآلاف وبالأحرى الملايين من الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية التي تمنع أن تتظاهر في الشوارع المصرية وتقفل عليها الأبواب في الجامعات والمساجد، هذه ظاهرة الحقيقة غير صحيحة، ونرجو من الجماهير المصرية أن تتظاهر بشكل سلمي جدا، أن تظهر كل ليلة لمدة ساعة أو ساعتين لتضرب على الحلل. أو تضيء لا تستطيع لا الشموع لا يسمعها أحد، لكن لا تستطيع أن تتظاهر في الشوارع لأنها ممنوعة، ولكن بشكل سلمي أن تظهر كل ليلة لمدة ساعة أو ساعتين وتضرب على الحلل ليسمع الصوت، لتخرج إلى سطوح البيوت وتفتح الشبابيك وتفتح الأبواب، ولكل ليلة لمدة ساعة أو ساعتين فليكن هناك الملايين من الإخواننا الشعب المصري الذي يدعم القضية الفلسطينية تماما كالفلسطينيين أنفسهم. فإذا كان هناك في ظاهرة وكان الملايين من يضربون على الحلل كل ليلة، سيسمعهم الشعب الفلسطيني وتسمعهم الحكومات العربية أن هذا الصوت المدوي لن يقبل في أن يظل مكتوم ومقفل عليه بالأبواب. أنا زي ما قلت في بداية الحلقة أنه مش حلقة واحدة كفاية أبداً عشان نوصل صوتنا كعرب أمريكا لكل العرب الموجودين في دولنا العربية. أنا بشكر الأستاذ فرج صيام رئيس الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة، شكرا جزيلا على وجودك معنا، واشكر ايضا الاستاذ ماهر عبد القادر رئيس المجلس الاداري لمؤسسه الكونغرس الفلسطيني الامريكي على كل الافكار والمساهمات اللي اعطيتوها لنا النهارده، شكرا لكم. وقبل ما اختم الحلقه النهارده بقول اذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يستجيب القدر. مش هقدر اقول اكتر من كده، الى اللقاء في حلقات قادمه.